نشكركم على اهتمامكم وحضوركم، ونشكر القائمين على دار الأعراس وليلا القائمين على دار الأعراس وليلا لفتحهم أبواب المقر، فتح الله لهم أبواب الجنة. أتوت لقاء مهم ومصيري الأمة تنظم زر سمني أتوت زمن الكزة وحدي أن نقول في رب سبحانه وتعالى إن شاء الله هذه خطانا إن شاء الله. أنا أبدأ أزمة 17 ديسمبر تبدأ الأزمة يقترب العالمين غفنا بعد يعني الإضرار المزمن انتجها بعد يهتكن تحنوت مبلوح هذا غربي يفرختني قشاقة ناسيسيس خالي نسيق المتابعة بين اتحاد تجار نتوات اتحاد تجار ندوز بعدهم مني قال يلزمنا نغل ويفاق يلزمنا نغل نشرة العدو كل تمثل المجتمع بعدهم مني يزد تمثيل الأعيان وتمثيل نتوى دخول يرد برور موسى تمثيل اتحاد تجار سي 17 ديسمبر بدا الاحداث اول اعتداء داير الدور الفني يتلوحن السمجيله الصومعات يتلوحن اول مولوتوف مع هذا السمبلي التعدي يبدا صغر السن ولا بيصغر له الله اكبر ان شاء الله فالخير ان شاء الله نعم الحمد لله يا ربي ان شاء الله فالخير ان شاء الله يا ربي أتوت سومني نام اللي تفق خليك سيق والمتابعة لتمثل كل المجتمع المدني لما لم يزال ما تغريت بعد التعدي في المقابر بعد التعدي في فتحونا بعد التعدي في المحلات تحونا توجر ميدان التركوضة نشي خليك سيق المتابعة تغنجور في مؤتمرة مع السلطات المعنية الإدارية والأمنية والعسكرية نجور على خطوات مباركة بتوفيق من الله تبارك وتعالى يعني تهود نغيلة تطفن يعني تطفن قوة الأمن نغار نبدأ يدب بتوفيق من الله نيجو خطوات تبدأ صلاح بوليس تعدي المجرمين مع طواطق الشرطة من بعد يزد آخر مرحلة تعدي المجرمين مع الدرك الوطني في العديرة لكن تسمى راح يلقى عنت قاعة أو اندسنتو نطلب رب العالمين شاء الله يشتغل في نغار اندسنتو من بعد نجو اتصالات نزوتات واتصالات مع الامن الشرطه يقع يعني قلت غير حقتني يقع قلت غير يبين بالنوع من ما حسن استعمال قوات الامن مس لازمته من بعد الدور سيق الدور لا بوليس الدور ما ولا لا جدارمري مش نفس كسر جدارمري نفرح سيس نفرح خاطر هامي المستني يقع التعدي اللي حي المجاهدين في ميدان وجنا ديال بابا صالح سيدو سيد الدار الوطني يوقع الحمد لله يا ربي نوع من التغيير نفرح صاج ضروري صح بعدوا مني يوقع تعدي المجرمين ضايط وسيد مصورين دي فيديو ادس ناس الكيران دي هيليكس امني مجرمين مرتبين ناس البولوتوف السيوفا حركن واش ضروري نعزل سيدي ورب العالمين بعد بسيد هنا نولي نتزاير نتصل سيد الرجل قال اخويا راه تعديو يقدر الفيلم لا بوليس يزد في المطار الوطني اللي هو سن دي دوني اللي هو سن دي فراجيس اللي هو سن دي سيدي اللي هو سن تاع التعديات درك داو دي لايك تاع كومبليسيتي يا جنرال سي وجنا لدي حسبنا الله ونعم الوكيل سومني توت لا شي حدا دير معانا غير ربي سبحانه وتعالى ما نفكر سومني توت نقول ربي سبحانه وتعالى نحسن على خاطر ربي سبحانه وتعالى والله جودنا ربط الرحم سي السيق الغداني ودير لي غرس غير ربي سبحانه وتعالى تلوحت الامه بدا توت نوحد الامه خاطر العون هنا غنرسم العون درس السي سياس عون درس العيان نرى عون درس كلش يعني بدا توت يعني ونفي من المقاصد الاسرائيليه الزوار الى قال مخطط حقيقه مخطط يهودي ياك خطط بقفه مزار يعني رب العالمين شبابنا ربطي ان شاء الله يرو يعني في الاستماته يعني يرو في العرض يرو في فويت ليس دوري قدر على الحق يقع تهجير يقع حق المحلات وحق المنازل كشان ندز على بوعي البغار بس على لاحظت توت نغ يعني بدا يعني وسن لهنا تعافيت يا ما تقولش نورمال يدوز كلش نورمال تاني الشهداء اللي تاني هجرني حقا كنت تهجر في حين سعود نتهجر سنيين نتهجر سعين دوكو نتهجر سمرمان نتهجر سبيكو بل يعني احتمال بزوال الدية نورمال من حين سعود يعني دول بيت نورمال يا التانية ما تقولي صلاحيت التوت يعني حقيقة فتغرنا الغيرة مغرنا يعني انخمم المستقبل المجتمعنا المستقبل نتهرمنا وجد أموني توت وجد أموني يزم حسابات يزم كل المعاونة ونقل اخر يتسق المتابعه لا العين ولا يلزمك كل المعاون ما
بتول معه ونكل لنعونا نقدر نعون يعني ده غير بس حركة عليه. سمعنا توت كم نغنى شغل كلمت يوقع ذيك ما يتكلم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله. تودنا عزيزي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد رب العالمين إلى جمعنا في هذا المحل المبارك مع هذه الوجوه المباركة. الحمد ربي فأمر رحمته إلى إشارة رب العالمين. أطلب رب العالمين الديوي أماني ويد لهنا ويد بخير إن شاء الله بالعافية تلوم نوي شمرة في نغة البلاء إن شاء الله. أمين يا رب العالمين. حقيقة يعني ندعو توتي لهذا اللقاء. كل ما نوض كل مرحلة يلزم أن نلقى مع تودنا، يلزم لازم أن نلقى مع تودنا. شو تصير أولا في طبيعة اللقاء، لقاءنا هذان بصفة عامة طبيعة السنة، خاطر كان جرب بس كل محنة يلزم سنة محنة نيابة تبي دروس العبار لأن نتلقي الممارتنا باش إن شاء الله أن ننجح في هذه الأزمة. كذلك عطنا ربح يمكن شراء نخدم بشكل أبرتج أسيس المجتمع المستقبل. كذلك صافي هذا عاد غرنا قليلا أصلح على الجماعة صلحة الأخطاء أبريدنا. أولا قليلا يلزم أصلح من الأخطاء أبريدنا دي شيء مهم جدا وجدا وجدا. لا ديما نتشمر في السنة ربي نطلب ربي خاطر السن باللي لا حركة ولا سكون إلا بإذن الله رب العالمين. نتاع عطيش معرفنا نتاع نقوى نتاع يلهمنا مراشد أمرنا قاعد ناقش التسيبين وتصوطب أجل استشارة بصح رب العالمين نتاع أشد هم الرأي أزعي أغنيه بفوق لأن رأيني باش كتجسد الميدان يبارك باش كنشمل عاش مركز السنة يا رب العالمين. يلزمنا أتعاد العلاقة النغ صافية مع رب العالمين، يلزم أتعاد العلاقة صافية مع رب العالمين. كل حد على مستوى الشخصي نحاول يعني الماكسيموم عن صفر علاقة مجال عن رب العالمين بشكل يكفينا من العمل القليل ويكفينا من جهد القليل. رب العالمين إنه أعد لهم ما استطعتم وغنيني ما يلزم ما يجب ما استطعتم مع المعية رب العالمين. ربي إن شاء الله أن الظلم أي ظالم مهما كان ونيودخ دكت يعني الميزة تميز بها جدود النغداني أو الوطن نتباهى ونتفخر غرر الحق أن نتباهى ونتفخر. إن شاء الله نكون أنني نادس الشعب وخير العالمين ذو وخير العالمين ذو حسب قديم أقام لنفسه حسب جديدة. نتباهى ونتفخر بالجدودنا في قلة يعني في ضعف العدد والعدة جين يعني اتفاقيات مع الدولة العثمانية جين اتفاقيات مع الدولة الفرنسية المستعمرة قبل ما دي الفاينة شاكرنا الدولة الجزائرية يعني اثبتت معية رب العالمين. سمعنا أن خصوصة مهمة جدا معية رب العالمين نصرة رب العالمين التسمع وصفنا إني أعلم الله في قلبكم في قلوبكم خير في قلوبكم خير يؤتيكم خير قاعد كون نية أنت مع رب العالمين أرحم الراحمين. أنت يعني مشقر من تقدم إلي شبر تقدمت إليه باع ما تقدم إلي ومن أتاني مشينة تهر ولا يعني رب العالمين تيورا صرا رزمنت يكفينا أن جنه تنجخط متبزل رب العالمين تغني رزم تيورا خاطر رعوف رحيم. نقطة سنتني يعني طبيعة اللقاء لقاء أزداني نشين يزم يعني مشين يغلى أسكمت من نوت المصطلحات من نوت المفاهيم طبيعة اللقاء داني خاطي سي سي اس ما ثلاث جون أن ملاقي داني في لقاء باش كنت رنضي بتنجو خاطي ضمان. طبيعة اللقاء داني أن ملاقي تأكل باش كنت بطلع سارة قمدين كنه أكل كل حد من منصبه نشي لك أنا أنتو داك الدور جميع وسيلة داني دواسي ولي في داني دواسي إلا الغروف متاكد الغروفات سدنا لنا كل حد اللي يتوى داك الدور يجنونشن يبارو نشي لنا ملاقى باش كان باش قانا نروض عليك وانتي بعضنا باش كان نتحمل أنسن بطلع قرانا باش كان نتحمل مسؤولية معها كل حد من جانبه بالصحة ملاقى الغداني أن ملاقى باش كان نشمر المسؤولية معها المسؤوليته لكان خزرت يعني تزعليك يوما بعد يوم والثاني تو يعني فوق تشعل ماشي تو يسوى يومك بابا والثاني تو تشعل تو يعني للأزمة تو تغاري تيلي تو تو تقريبا خطر باين تو يعني الحمد لله ماشي كل حد من منصبه إني نيلا نفرو إني نزلساتي إني نيلا يمدونهم يعني سيرجال دي منسيون تو فرنصني يعني راحة تو فرنصني وسيلة يبد يعني وتتيجا وسيلة يبد قاع بشك يعني أن رفتم ديك الحمد لله يبين ديك الخير تزعلوك أي مرحلتني تقدر مرحلتني وهم عندها يخدع كلش تقدر مرحلتني أتبدأ بمراحل أخرى بتلك الخطورة أو شدة خطورة خطر الخطورة من خطر من يبين إلا يبين أنك جيت أسحسبس بصح الخطر من خطر من لو اللي تورقى
هذا الدرم يعني شغل يا كشلة لا كشلة مال تيبا يعني بلي يعني شغل ثلاث فرق خدني يبسوني جو يتركبت خطر ما كيتركبت يجي الخطر ولا كيد يعني ولا وتركبت سوني كانت تزيد ديك المره هي لازم تنوض من ديما انا عرفت بالاتصال مع بعضنا باش كتعرف صوره واضحه باش كنتحمل المسؤوليه مع بعض خطر هاني ماشي هي القاعده انتهى تجو الحدث القاعده انتهى تجو الوحدات القاعده انتهى كانت شمرة ولا بالو يعني كل خير كانت خسرت في القاعده نشوفوا والحصة والمصطلح يعني القمة القاعدة هذا والمسلسل بس على الأقل أنني يعني توت كاع ماشي لا كل حد ماشي لا من جانبه لا كان شمر لا كان يجور نسونا مع رب العالمين كتل وحدتني جور هي وحدتني نشي لك على المسؤولين أمام الله أمام التاريخ أمام متنا نغطر وانا تسدنا لنا أحافظ فإن الإنجاز يجو خاطر هامي بتا محافظ فإن الإنجاز أني الخسائر في الأرواح والأموال يعني ديك الخاصه اللي عطيت عليك كما بغيت نحافظ يعني فوالي لي اورتيس اسم هذا السي لي بروبلام البروبلام ما جوش صافي نخسر من جهتي البروبلام فيه سنس ديال يقرر هذيك الشراغ من السر والنسي نصدق ماني ماني كازوا ولا ماني غطاوت وكانوا فيه او المونتاج كميات نغدتش الى وسيله السارات الى وسيله الجور الى وسيله الجراوني هو لم يدنا الجور في الخفاء لم يدنا الجور لا عندهم يا ربي لم يدنا الجور وهو كل شرطنيني يبسلوا اكل اتسلم باللي لي ميساج مصوت لكن حد السوالي ولو اتسلم باللي لي ميساج مصوت سيني نوتك خاطر عامي صح الا الا اتسكرت وكاع كل شيء اللي غادي تولى لي حكم سريه يعني الموضوع مني بصح ايوا مي شرط غادي نرمي بلا كي يعني تجي غير نخدم غير نخدم على الاقل مش سيول في اللي طايله نخدم مني قال كيفاش خدمت كيفاش اللي طلعت يعني كيفاش جيت كيفاش جيت بصح على الاقل نخسر المنتوج هكذا المنتوج هي تفهموا باللي صح سيتني باللي تو خدمه في الخفاء شتاني يعني انا اللي جيت عيطتني تدل على باللي تو خدمه في الخفاء بصح عيطتني الوبر كانت تو خدمه في الخفاء ديك النوع مصدر ديك الشيء خطير وخطير جدا نبهي راسك كيزوان كمل انا با غادي سخطرتو هاني خاطر رب العالمين ماشي سي موضوع نطال ما قدرت حتى بتا السعراء بتا العظماء بتا ديس على بتا المفكرين بتا من الدنيا اللي تو تو البنس بتا موت لا تبت الدنيا لا ندفن قرون تا غادي يجي تبت الدنيا ثلاث جوا سوا مني مينا كان نشني القلاص سيجور لونغاج اللي ثلاث جوا تا اوني فول ومورا تا توقدا تا تو فابيا إنني طاقتني إلا نتمس المجتمع ما يسمى ما يعلم بهم غير ربي يعني يسمى ربي يعني ما تعجلت أكل الصدس هامي إلا يويل بقى لازوت يتصغر سنة وجه نسترسوك لله ولا نجور بصح إلا كل شيء الوضوح كل حد أدي حس بلادي مجتمع أدي جورد أدي حس بلادي مجتمع أدي جورد توت النغ دانيال ونيفو لوكال على المستوى يعني التل كل حد اللي يتجر مجهودات يعني يعتمد من الخير يعني ما يعلم به غربي توتنا على مستوى الاوروبا سمعين لنا الخارج نجي لك الكوليكتيف نتوت لوروبا خدمني كنخدم سدي غادي يعني ارون تاعي كنخدم مهم جدا باش يعمر ويتخمم يمكن حتى اللي توشا عطم صاب ما غادي توشا الاثار ما غادي توشا القيامه تسن الخدمه اللي ان شاء الله خدمه الهامه اي ناس باللي حبا اللي شو بدك تجو شو بدك تجو شو بدك تجو نشي ما كيخدم علي على ربي دا اللي نجمع حبا اللي كبرت انت تجيك ان شاء الله تفضل ما كان غير تجي تا وتخاطر صام انا في بعض المجالات الحمد لله كاع المجالات نجور خاصين تكني والامانه يعني بالتاريخ شي كانوا كخليط تنسيق ديجا اسم السياق تجي خليط تنسيق انسق ما بين او لي جروب ولا الخدمه الجروب التربيه الجروب في الصحه الجروب في الجمعيات الجروب يعني كاع لي جروب للخدمه انا يعني لا انس جالس بصح من تن الخدمه صلاحهم كنسم صرب ان شاء الله يقل الخير يزعل سوى مني اخطر شيء في الامم نايبا صوتس دو سقطر يعني تورزا العزائم تورزا الهمم سواء يعني يعني سيك السيستم لو حلاك مونوكراس احتقار سواء سيكنو صوتس باللي لم يدن الجور معه نيفو كذا نشنين عود بلا بكم نشنين نجور حقيقة نفوت الفارغ فارغ رهيب جدا او نعو نيفو اللي نحكي عن ديجا يكل فارغ رهيب جدا ونقر لي كومبليزاتيا غلي باعو يدن حتى دي نشمة دي جيكن شراء ادي تقدم ادي جور باش كنسن كالا كالا مسؤولين امام الله ماشينا امام التاريخ امام مدن النب إمارة التسريعي يكن الأليلة الوضع المغيمارة المخاطر اللي في وضعنا الحالي أولا ندعو اللي قايم هاني خطر الطوماشيلي وكبابا في جولة يعني تزير
لا كونكليزيون كاع بلي ستوت فري اتوت بلي ستوت فري بلي الامارات دير وتوريكلن بلي ممكن ادي وقع ان يوقع المهوجه وليو على ديك الشراء ممكن تدخلوا لي توقيع ولا تعيد صافي وليو ديك الغير لا رب العالمين شي ماذا بين اكتب ربي الليل والنهار اللي توقع ولا تعيد بصح انا جيت البال لنا بلي 50 50 ممكن ادي وقع يكون شراء ماشي صار المهوجه باش كنكون فيجيلون ونقيت بلي يعني تفرايا ولا زوت تفرا موسي بون زوت اللي كل حدا شي شابوني يسني ولا التاسدات بيت صوص الميدان حما ليكم ستيو تفري لا بريف لا كان كيبان يصار اصلا تغوري اتمليش تاع تي صارخ طواطو صارخ الكز تدار الميدان تيك توك نور غير سدنان يعني الكلاب سكر صار يعني بها ربي توت نتزاير الحمد لله جي وقفت ست ستا غران بوست شمرنا شعارات نجيني كلب يعني مهم جدا ناسرفنت كل حد الى ينشط سماني الى ينشط بصح نشد البال لنا باللي جدو متفري ممكن في اي وقت غادي يوقع لك الشخص هو مني ان كنت فيجيلون اولا نشني يعني ماشي كنبقى ديما في موقف دفاع ان تولهت يعني الاستفزازات يعني التجاوز استفزازات ممكن كل حد عرفني كرمني قال لي بياج عرفني عرفني شوني يعني التمزوات انا لا يتسارع اخي مارو انا لا يتسارع اتزوع الى النقطة الثانية نقطة التقارير الخاطئة سي بارني اللي ديكوبرا ديكوبرا باللي التقارير من تالي السالي قلو جنة يعني كونترات مصاب تقريبا يعني شي ميغ راسي مدلخة نتجه التقارير يخسر نتجه التصوير يخسر نتصور بالمخسر لي كونتير سي تاع تاني من ميتر صور ماني تخسر يتخسر ها مي خاطر انت جا الطاقه راه يخسر صوني شي بلاصه تاع واحد صور نتحاول على نبي الادله الماكسيموم باش كندافع في من غندافع في الموقف في المواقف لنا شي ماشي لنا يمارو يتعدى عرفنا ابداو بدا تاع حلو نبلغ ابداو بدا المولوتوف تستمع حي المجاهدين سوء الساز مسمس غنو الناس غن لا زي اللي هون بات السمان يعني تعدية يبقى عقف من تعدي كل انشال قضية من عديرة ليحكى السيسي مارو القضية يعني دعاء عزادة نصار أكل ملا توقع يعني يحبس وشو توقع دا توقع دا توقع دا مور مارو ستك هيد بلي ذات مزار بدا بصح ملا يكسان عديرة والنجم الذين ذات مزار بدا هسيدي ذات مزار بدا بات الجن توفى بدو حالك العديرة دي الضايت لك أصل لا تالي رأس الضايت عاد بنت غادي تبين ديك النفوس تخلى في الطاقه راه وصلت الدجال بلي في نظام مدينة حرق الهواء بيس نهار المنكر نهار المنكر غادي يعود يعني وكان يعني تبيد غادي يعود يعني افلاح غادي يعود رجاز غادي غرد سنا غير رجاز مي غرد صافي راه تعود يخس كمل ثبات هذا فلاح 30 عام وجاد فلاح فلاح ديما ماشي نسوي تبي قساوه من قساوه الطبيعه غادي يعود غادي غرد سن بلي يخدم 30 و 35 عام تحرك تاس بعد القصد نهار المنكر السيد بلي عطوا زابنتينا حول كنا هو بيس العديرة وني كو مونكا شتي نتا ممكن اني ني ولا الحدود ني تيمن خاطش كان خاصنا نستعوضنا إبا باش كان ني بلي لا نمدن توات في مستوى إلا يعني في برج عاجي إلا يتعاود والو المخص إلا ديس بلي لا ياس على بالك نقارن بلي العديرة توات ندي حكم نشي مريح مع مسؤولين ديس على كدارية بدا وبدا القاضي تشد وانتو حركني ستة العديرة يا بلي لك انا طف معلومات طوموبيل ماتريكيل باللي يعطي مزاد مدينا الحرك لنا الهوا بي العديلة اماني مش انا اماني مسؤول بدي قلت لي تسير شي مال تشعر بس بدي تعال تسير شي مال تتعال في الميدان تلقى بالسطوان تشعر والله العظيم اتيني ممكن يخسرها إلا يعيش عرب اسمه ولا عرب ماتريكيل لا عرب كل جزء في مزاد الحرك العديلة هامي خاطر ما يديش مدينة يشتي وتبديم خاطر ديجا العديلة جا العديلة الطايب الطايب وتدوشي كاع يعني بدا ديما دير له مغفش لو كان شتي لكن الخاسر الاكبر بصح دير له غلط هادو شي تكواقع ماشي ني هو سي التيرا الى بلي بلي بروش تاع غاس المعلومه الحقيقيه لا يتبدا لا يتبقى في تشم تم جابك تشم الدنيا سا تي في سي دي صح كما ماتوس كان جوست مو بين الكانتورا خصو 76 نادي لو شنو قال بدا قال سي ما عرفش انا كل صا ماتوس شغل يكون بيد اكستاترس سو تستماس سي اس سا بوس في فون دي طافا طوموبيل نبت مع البوليسي ديني مشي يدي مزوار يدي مزوار مع باب لاموت مشي يجي خدام وكذا قال قرا انا غير لوفيسي ديني ودي روح تروحت لابورتو تاع لا كوميساريا دي سيتي بي سي سون بعد المجرمين كذا عليك على السوال معاس عاد تفريك الغاجي المجرمين ماشي شي فا
سلا بوستان تسارع على ليبيز أموني أرمون سعد وسي لا بوليس يسد إقلو في سي يسلم إكرار أموني كأنه أخصامين يجي السكري إن على بالكم بابلا موتو تيش على موتوس كاين لي كان ماشي باب ديني خوفر ديني نركب سيبارون ما تقرا راهي كوكلا بها ديني باش كان ستة توا تيك نخص سيتلو دو تا جيجينا سوا مني أتونسيون 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 أن قبلي كل حد أدير اللوم غفنا الوقت اللي كان الضحية معتدى علينا لكان يا ربي نروض أن أنرى في مالنا أدير ترى اللوم غفنا تجد تلا نخ يعني تقارير لنا جويت يجلس هي توات كيف كيف عمان يعني ما شاء الله إلى السنة اللي كنت أدور على جهتي هو زادين يبلغ لنا مغلوبات إلى السنة شو السنة إلى السنة على بالك نقارن اللي ليس كلوزي السلاح الاتحاد السوفياتي دلو سيعايلة كاجيبي ثلاثة قاتل السلاح يا كرام دوزي السلاح صافي الشيطة تصدر يا مارو السلاح شوف السلاح تصدر يعني غير وراء إن شر المالية ما يضحك بصح لأن تشور أن نخدمني نخدم البلاد نخدم البلاد يوم بنات اللي شفت في إني يموت أنا ثلاثة إني يموت نستعرفن درسي تستعرفن باللي من غير كتلة بوليس خاطر إيه بوسيبلون زفاديات في ديني يا وطن انت بعني حتى انا تكون كارتون يا وطن في ناس يكون حتى بين الكابار انا كارتون نوزر ناس سيدي الجزائر واش تنتا حالي الكابار شو بس حتى تعامل شو سد من ديك الفيلا شو من هي كي الخطر ياك الا قنانا باش كان عاد الخطر ولا قنانا تبدا لا التقارير الخاطئه يعني تشكلتو كلها من ضد النور دخلوا لونكاجو لا يتسجلوا بسنا باش كانت ولا تزعيم وسمحتي كل حد هذه سيمون لونكاجو ها لي خاطر وكل كيم لا 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 الفرو وكل كيم تكبر من 56 المنكر بعد سارة لا بريف غير لوزين سلاح غير نغل 7 8 مرة كان قيمة فرحج لوزين سلاح صبر يعني بدل لوزين يعني بدك غير من ميك السكرات يعني تمتلي سجيت لنا خسائر بالملايير سجيت لنا تعدية سجيت لنا طوموبيلات طوازة سجيت لنا بابا صحر وكل سجيت لنا ومن بعد شي نيف اللي شتي لك يتعدي مشي تجي مشي تجي مشي تجي لا خدم الفلا سوني يوم تقارير وخاطئة احنا كنت لي تقارير خاطئة كنت نخط مهمة جدا واللي عجز كل حد سي حكاية كل حد سواء مسؤول سواء خاطر مسؤول سواء نسنت دود زيد يوسف غلداي كل حد سوشيال ديتاي ديتاي خاطر هامي ننتسم نتيش اسمي عليك الفهمات نتاوي بالما يكون شكل خاطر تزعل كنت جات باللي دول ثلاث سن كلش والله يا تصوت الخطوط اللي تصوت الوالي هاد ريحه العسل اعتقد بانه يمسي ونسي نتحال كيفاش الوالي الادمي لا يمسي ونسي حتى قلت الوزير الوزير الاول يوسف غلداني بالنيابه سيدي يوسف غلداني نسي مع سيدي على اعلى هرم السلطه المحليه هذا ما على بالوش سيسم على بالوش سيسم سولوني هي كنت قلت بالنا باللي ماشي لا كان السن يدير كاع على السن انسد باللي نخدم انت قرار ضدنا انت ولهت يعني سولنا يعني الموضوع انت قرار نتكلم نتكلم انت كونترنا باش كتكلم انت كونترنا بتعرف كم نجل يسمى شي مره اكبر عدد من المجرمين باش كتسمى الصحافه نزار ندينا نهار ندينا السادة ندينا التجل اكبر عدد من المجرمين لكن تخزر بعد لا يتسرع وسالوا شوين يعني علو بروتوطان ضد لي باركيز لي كار نورمال بنية التوطان ضد مراكشيين اللي دمرهم التوطان ضد لي باركيز لي كار نورمال الحاج مسعود التوطان ديس لي باركيز لي كار توفي لاك الميدان نورمال يبارو وصلنا جاز لي توم ساحة الأندلس ساحة الأندلس إلا كراو اللي كان شرع عادي بصح اللي وقع أكثر ردة فعل نواني صار يقولون شان توت تقوم الدنيا ولا تقعد شوهينا راسك 3 أيام 4 أيام زوار طبطو هنا لي زوزي تحدد لي زوزي ميت نصوفو هنا ميت تبينا سمي ريجيستر قال كيفاش تضرب كار هنا وما شفتوش كيفاش غادي تولد الكار داني وتبي مد بانايا بين تن بين سن رخص تن حكم تن سيري طوموبيل اي وين تن لا كوميساريا الشعب تدي نيس لي سون ديني اكت ساعات عاود نسيب ناس اجا خدام اصلا هذا اللي تو تي كل حد عينو بغيت تجي لا مونتي حنا اللي عينو بس بين لي ريجيستر راه كلشي مره ما عطنا كان اسمه ونسى هذه عمر تجي لا مالي لا تحاول اتقلب نسمس كونتر نو ماشي سي مخطط زوان قضايا العداله في المحكمه غرو معلومات باللي لا ديس لي دوسي كونتر توت بالعدد لي دوسي كونتر توت ديك العدد دازعلو كونتر توت اشا فلان 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 ديجا ما تسكرش غير سي كلاسيك غلوبات ميت السنين تخاطيت على 4 فيها تحلو تهجر تحرك
ذكر راسي قرار ديزوا يعني كاش مالان تفضل المجرم مولي لا نسجد منتهى في قضية تحقق المحل شتن 10 عاج اسمه نورمال ماشي كاستم من بعد ما ذكر تحقيق السيتراي بسي ولا نجر وتو تسمني في الدونجي اللي قرار تزعلو ولقاني كل حتى شي خاطي المهمي معاني اسولي تفهمني وني وني جن الصح ما تفهمني المجرم الصح عمرني ما تايلا والمجرم الصح فتولي تويتر هذا في مارس مخصي واحد 20 محل يحك انت يقل السورة أدنى قرية والني غادي يسيس مزدين يتقل سيدي إلى جنايات يوضع الدن بس إنه هو البورتابل سيوضع يس بين البورتابل خبنا سيفي لم يزود يجب ديكلاراسيا قاقبات إلى جنايات سبة جنايات جنايات ممكن الساعة غد موضوع كتابر مش هدي تشارع باتي تو برغرامة باتي ولي تو برغرامي هديك مس شهر تبك مش هدي تشارع إلى جنايات دوم زبان شني إذا تتوى تنعادي تدرجة زيكل ونسمح حتى نعاد ان قلنا بتسمع لي سمح في العبارات يعني قلنا يعني قلنا وصحبتها يعني قل غالين واني غاد يسدي بي لا يتكرر لا يتبي لا يغرس لا يتجن احتفالات خاطئ كان هذا بنودا لكان السكران كنا ونسمى حقا تشمر من السجن عملي من ولا ونسمى حقا موني ويدوسي شمر ويدوسي البنسنا شمر هم انتنا مالي خاطر هذا نوكد وكد ناسي بصح نشين نورمال وفينا يعني ساحه مستباحه لان نورمال عادي سو مني تموت نكون درجه زيكل نبدا درجه زيكل خاطر ولا ديك الخطر الا تزعلو انا بدا نشمر الصبر نشمر الصبر نشمر الساعه يعني اللي صار لك المشكل تزعلو تسمى نشين نجو الوقت اللي التقارير ماشي على الثاني غلطه ممكن وسي لجنة وسيرون شي يعني اي مستوى اللي تو البارز اللي تم المنصفه من تم الوقت اللي يعني نشيل كان الضحيه رقم واحد لا غرنا مجرمين الصور السيوفر لا غرنا قتلى الوسو والدبير والدبين لا وين خير لا وسي مشتبه فيه لكن شر من هذا القبيل الا غرنا يعني مئات الملايير زوان لا غرنا يعني قناطير مقنطره غادي 10 20 30 سوري رومون نسلع ثلاث وكر سنيت في الوسو مي دبين لبعض زلاميت مو مي دبين تسجنوا نسلو قاتل بين 800 شهر سليكوبتر عادش ما نسلو قاتل زوان في التوالي المالي والنيجر مسلو خاطر عندي وكان على لا تدبين هاد الدبير بصح هذا خاطر شريت توك عند دونزار واني كنت تزيد واني وكد ناس واني بنسهل على الشيك السوق لما تصير عطلت بعض ما تفضل قلنا يوضعي سبطار ولا طوموبيل تفوت بدلنا لي جانسن نانزوان حتى السمع نانزوان نانزوان الشوطي سبطار سنة نفطار سبحان قبل كده سبحان نسين كلا كوميساريا سبحان صار البركيرا سبحان سن قاضي تنسان أشياء أي كل شيء هذا بتاع تفسجن نفس الشيء بلا كان يعني يومان ينسل ما اختيار سيرنا ما نقولش من هذه القضية وني الخطر في ثلاثة والخطر في أربعة أنا حفظ أكمل في عجلة خطر فيها ربعة في خمسة فيها ربعة توت نايد مشيني وقبا بانطورو وحاول يعني نومي على القضية وحاول نسبيين اللي كأنه هو اللي صار ديك إشارة للعادي مئات الملايين اقتصاد تحطم يعني دي بولفوار تجار تريزا فورتان تحطم تدارم توحكمت عائلات مهجرة كل شراء اللي صار الاستعمار اللي صار لي صار عمر الوقت العشرية السوداء ولي صار عموني دي كارتير تهجم أما سنتولد تولد القانون لا غرس القانون لا غرس لا بوليس لا غرس راجل دار مارينا تشمر انت تجلد بي في القانون لا يجور قانون لا يجور بس هذا لي نجيس القانون هذا لي قانون قاعد يجور بس هذا لي نجيس القانون هذا ياسر شي نيل لان دي بانشو ماذا بيكم عن دورة بيسن سوى من يتوت ديما يزم عن في قضية النقد أجناع وانت تيت بلي لك عنا لغو ماشي قانون يعني نزيد نقول دا هو كتيتي انا نعقل شي في التاريخ وانا نعقل نيز على انه في التاريخ وانه هو كتيتي انتونيو انت في القضية الغجنية يجب ماشي شي نوضة ان نتألم لألم كل كتبتة مغيق الوارع مغيق تمما الغينا سمميز الغينا سارس
يزم بدا نتألم يقول لي كاين حد يطش من ظلم الوعد ولا يتلوى على الحبس انت اللي تألم ديني ما ستطوط ستر راس لنتسفر لنتألم لي بغسر يزم العد تصح ماشي مع الرسول صلى الله عليه وسلم مثل المؤمنين في توديهم وتراحمهم كمثل الجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى هذه توت لا بروتكسيون للجميع الحماية للجميع للتكافل للجميع العدد ديما فيجيلا ديما نبدت درجة زكل وتيجي تحدى الأنيمية سواء سوز أرم أو سوز جرج الأنيمية الأنيمية يعني حجم المأساة حجم الكارثة التي أحلت بنا خامسا خطر فيت خمسة للمشي السن الهيئات العرفية التي تسبب تواجدنا الهيئات العرفية التي تسبب يعني تطفي مالنا يعني سواء الخصوصية غرنا الأقلية غرنا أما مثل ميليو إلى دور السجن أو لمدة الهيئات العرفية وصل يتكلم بعض الناس إلى إفهام أمان سواء إلى يتكلم بعض الناس الهيئات العرفية سواء سوسخة أم سوشاج بشك هذه راح يصل المجتمع نهائيا هذه راح يصل المجتمع فابورتو سواء نمشي أول حماية وضمان بعد يعني نطوف دائما بالعالمين نين الحفاظ على هيئات العرفية الهيئات من غزمان حافظ حسنت كهيئات كأن يقطع عندز الأخطاء جاجنسنت النجور أنغار باش كنت نصلح بصح أطوسيون الناتف في يعني كسر هذه الهيئات العرفية اللي تدي سبب وجودنا نتي إن شاء الله بربي إن شاء الله ضمان ربي ضمان استمراريتنا السيد صراحت يعني ديكين شايدة الهيئات العرفية ماشينا نتي الضمان بصح اعترفت جلالة أباسلنا باللي الهيئات العرفية جاجسنت واللي تودا تخدم سنت كنايبة واللي ديك الواقع وهود المشكل وهود يعني الخطأ لن إكس الإقرار لن فلان لن فلان الوقت الجور إنها تشكيل وقارنت سنغولي به لهنا يجي حرجان نوم الحالة من الشجور يقع نوع من الفتور صومني لك على يوض يعني إكت المرحلة تقع مني الحمد لله طربيت تنظيم النظر إن شاء الله الحمد لله نبد درجة زيكم ألو كان يعني الأولهيئات العافية إلا دي ستمسست نوع من الفوتور سومني ماشي من الخطر في خمسة نايت اتونسيون ارتوشا الهيئات العرفية اتونسيون اكون نشني نتساهل في كسر هذه الهيئات العرفية خاطر بالترسيم تديا ونطط فيها كنشرة يا عندو الان شي نحدو ضيضا يا امر حل الى الابد تنوي يعني نقاط يعني الخطر مؤخرا يعني السيون يعني في إطار هيئات العرفية في إطار وحدة لكان جورديس نشيل هم الغمز وهذا بجارو نايت الحفاظ على هذه الوحدة باش كان حافظ يعني فوق وحدته باش كان يجور غتسات باش كان يجور غتسات مؤخرا وقع بسي نشو نيوالا يقع بسي يعني أماني نصب أنني بسي نصب سادسة حول يعني السيسياس كانت تجور في الميدان لا تسديك المرحلة صعبة مع السيسيسي والخضر مرحلة المفاوضات ونقل مفاوضات مرحلة تهدئة مرحلة لقاءات مرحلة لقاءات كما مرحلة صعبة واللي يشي ممكن عند واحد سادي بي يعني المسؤولية تتسد المرحلة والمرحلة لا تسد يعني ماشي اللي يقع بسي نيوان السادسة ماشي ما تنجو بشك التياسي كل حد أغن يستعمل مو غادي يحاول او يوال من يقاع قالت ديك ان شاء الله دوز عليهم تيرون بصح يديش مؤشرات لكل حد الا يتخطط باش كان يوقع يعني صراع داخلي او الخطر اكبر من الصراع الداخلي نشين نعلنها صراحه ثاني تستمي تنك على دي كل شيء باللي عمري وابدا ونتيتف في صراع داخلي عمر كنتيتف في صراع داخلي بصح في المقابل متى غادي يكون الحل إذا نقيمت ديما في تواصل مع تواتنا أنا غاد صارا أسني يشد بطل إيسان هم أسني يشد بطل إيسان باش كان تحملت المسؤولية كل ماشي لكان باش كان تحملت المسؤولية كل ماشي لكان سوى مني يعني أون إنينو نرخص عندكم في سراع داخلي نشي نبي قرار بنيونتيف ومنتيت في سراع داخلي تولي هتا توت سوى الخطر وخطر بطل سيتفنا لغديس المخاطر يتونسوا الغصب بطوره
من قضايا في العدالة من التنة من كذا من كذا من كذا وكل هذه جورن على زمن دجال عامي فشرك على هذه بعض عمر سمن الخطر كبير جدا أنه على رزاو المهدد خطر كبير جدا أنه أن في صراع داخلي بتنجو شين يعني بلا ربي سوى مسؤوليته الحمد لله رب العالمين يعني نفود مرون يعني بحال يعني وسيلة داري نشمر يعني معاون كاع ماشي لك انا نمكتف نشمر مسؤوليته السنة رب العالمين يكتب وحدته ونقيس وحدته عطوطة تامرت ولا تطرز لكن المسلم عطوطة تامرت ولا تطرز أخذ بطة عطوطة تامرت ولا تطرز كل زوار كل زوار مجتمعي زوار نتزوار كل شيء زوار الخطر اللي سجلت نشي نزمل عادة موحدين بوزان مع القرار ربي تنميري ربي إن شاء الله هنتخلف أول الخطر بس حبات تايتف تيك الفوتو جرالة مونتير زي جرالة اتنسيون يعني لا يعني عن زوار شو اللي قلوا الطوفان نهرني يومي ماشي لك أنا يجو يعني في هذا المسعى أن نتصل سي بابينا مشايخنا يعزرن المرشدين نتصل سيسن لغاشيك تيومين هيئة المرشدين نتصل سيسن لغاشيك تيومين نريح مع سن نشي سن المشكلة كل ما تصعن أون ديتاي شو ما تصعن شو ما تلت سعن شو ما تلت سعن شو ما تلت سعن ننعدنا بشك أن ننعدنا بشك ان شاء الله غادي يجيو الخطوات باش نحل المشكل خاطر الا كان الحمد لله المسؤوليه الخطر ولا لا يتصار كان الحمد لله المسؤوليه ما يكون بدات فيما تقدم ما توت انا صغار الحمد لله رب العالمين الله يرحم ما تجي ما تقدم باش وسيله صغيره تتفرق هذاك بصراحة بعض الهيئات العربية يقع ديس الفتور يقع ديس بالسنفالة يعني منذ قيمة تفرانت إلا واسي إلا يبيع يعني زمام الأمر إلا يجور أني نبلي لو يجور من تلقاء نفسه مغي لا يجور يعني لا يجور من تلقاء نفسه مغي لا يجور يعني تفهم ربي لكن المشكل أنه اسمت المجموعة ثلاثة جور محدث البقية يعني الهيئة بقية المجتمع دويلة لمس الهيئات اللي وللي تشوى وللي يعني في يعني قلب الحدث وللي السبطة تصارى سواء مني نشني مزوها سني بسيوة أولا ماشي اللي غي كنوي وال بشك يعني حد يعني يدي سني كنوي وال وما غادي صارك إن شاء أن في صراع داخلي توني يعني عمر كرتسان بإذن الله الرحمن الرحيم فايت سنت أنه متصل هيئة المرشدين بحكم ان الاثنين ديز عليك عبد المشايخنا الاثنين كراس الشرعيه نحمل اسم المسؤوليه نكسر يعني كاع راسنا نحس ان نحس حجم المسؤوليه لاناش يعني في المرحله الثالثه يسمى المجتمع اكل هذه شارك في اخذ القرارات المصيريه واخذ القرارات الصعبه حما لكم لك النيجر كذلك يعني هيئه العيان من هيئه العيان صافي ونتكسر في هيئه كهيئه من سوال وسيلة يعني الناس لهيئات أخاطر داني معانغ داني وسيلة بالتالي إلا ديس أعضاء من عيالنا مدن داني ديس أعضاء من عيالنا معانغ داني نملاقى معاسل كذلك المشاسل يعني حجم المسؤولية ونتكريتي كده الأشخاص يكسموه إقراد بصح طريقة أخذ القرارات طريقة اللي جور السيس يعني الهيئات ديك الطريقة المرفوضة من داخل الأعيان ومن داخل الهيئات العرفية نبين خطورة المشكل المشكل نبين على عاتقهم أجل استدعاء إلى جمعية عامة أمس العيان بشكل ترسم أو المشكلة بشكل سفن الحل إن شاء الله أمس الجمعية العامة العيان الحل المشكل نشني يعني بارمي أن يسن لنا لنا يسن يعني لك أنا مستعدين أو المحددتو إلا كما سيطة رب العالمين تجاري فسن قامش لك أنا أسمي عمالك التوريك للمومور ياك التاسع لي إبسيون من الضمير حتى لنا فرتزون بلي تو المثقفي تو جورن في قلم شراء غليبارو وستي فربي يعني أدفغ للوجود
اللي تخلي الازمه باش كاين التجور واللي كتب ربي باك الناس الوش ودوشة او الوحيد ولا كان تحافظ السيس السني يعني تشكل يتلهيئت الى يعني تضمن يعني تضمن التحمى او وحدته ما خلاك راسك جاري في السلسل باش ان شاء الله عاد كمل المشوار خلاك انا غنعتبرني جنود عندهم نكمل النجور المشوار خاطر هاميدا لازم نجورت بحذر نجورت بحكمه نجورت برويه ونسمحت يكون هذا دي ديت كريتيكا مغشات مغيس في السر كذلك انطقت يكون الصراع ممكن خاطر نتني داني تكلم سو مني يعني وسط توات مغداني ان شاء الله يعني لكان تجمع ساعي توات ان شاء الله يعني نريح معاهم او نبلغ بطل يعني لنا بطل الصراع ماشي يعني الهيئات خاصة يعني هيئة العيال وسيلة ديس ماشي يعني للمعلومة سيت بدا الأزمة إلى يومنا هذا لم تعقد جمعية عامة للعيال ولتجي جمعية عامة وليجورن لا الخزر بعد السي والمعاصم دخل يعني للإشارة بارمي يعني الهيئة الاستشارية إذا كانت جور معاس أو توتو إلا أعضاء في العيال في الهيئة الاستشارية اللي فانتو إذا كانت جور أخذها مع بعض يعني من الواجب الوقت طول المرحلة طول الظرف طول الصعوبة طول وانا لا يتصرع أجل الدعوة إلى جمعية عامة إن شاء الله نطلب ربي أن يوفق أجل الدعوة إلى جمعية عامة ونطلب رب العالمين إن شاء الله أن يوفق أن نفق إن شاء الله سيكون سيكون لي وحدة يعني أن نفق سواء يعني والسكوسي لك أنا غديز أنزوا لك لي وحدة بعيد بشك أن واجه أن لن يسد وفي النهاية أدوش يعني إكت نصيحة يعني ما نتحدث أيضا أنه نتكلم ماشي نير عن السيغ دي معظم وهذا اكبر خطر على الاطلاق خطر الاخطار الاثنين قاعد قد عن مي يوم اربوط نسو او المبتغيو سواء مني اي يعني عنف سواء لفظي مو جسدي مو يعني كل حد هذه السيوله ولا العيب معي كل حد مو يعني هذه شغل هذه سبح حد ما يكونش راه هذه السبب اللي من حيث ولا يدري لا يتعاون مخططات مصر سواء مني لكان قاعد ارجع زيكن أنا بتس قاعد أرجع زيكن السيود قاعد أرجع زيكن بتى يستلزم الحال يعني نجيك التجمع يقولون شان نجرو ديس 10,000 تنصاب أنا بالقرار أنجرو أنجرو 10,000 تنصاب أنا بالقرار بصح أني جرت أبريد إلا صار بإن شاء الله أنا السيود نتيجة ونجر أبريد إلا نرقب نشنين دبري داك الزول بصح هي الاثنين نتكلم بالغص والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله بغيتي تجرح تقولها ان شاء الله وربي يديرو يتمسك ان شاء الله بالنسبه للتمسك بالله سبحانه وتعالى ماشي قديمه في هذه الازمه الكل تواطأ ضدنا هناك اطراف في السلطات تواطأ ضد النظام حقيقه السود مش بعض المعطيات يزمى تورنت وبعض المعطيات تتسلى الوقت تورنت يعني زمان تفضل ربي سبحانه وتعالى في هذه الازمه والذي كان حد معنا خلاف رب سبحانه وتعالى إن تنصر الله ينصركم بدا ربي معنا وكان الدنيا كل تسقطر الله أن نربح بدا وجه ربي معنا وكان كل ماشي لنكون دعا معنا ونربح توت أن تفضي ربي أماشينا يكبح عندي مارة تنسوا في الوحدة أن حافظ في الوحدة أماشين تعون قارك نيوانا السمزوها سينتون تملاقى مولي دي 30 دي 40 واحد أماس السوق من 10 إلى 15 تنزوات بالتغسي كنا حد يجنيوال هذه واحد سيس لهم تتيني بالتكن حد غسي يجنيوال السنت هذه وضوء هذه صدرات ما غادي يفتش لهمت هاتيك ما متولى ربي سبحانه وتعالى بالنسبة للأزمة حقيقة التواطؤ إلا مفضوح ماشي إن الإمارة توت عدة تقارير على كل المستويات الثانية استغردائت للتالين واللي نصبنا نهائيا لنقارن بلي النشين تعدى لنقارن النشين ظلم واقلهم كاع باتي كسيسني خصنا نصف هذين النشين تني لا كان غادي كل يعني حقيقة هذا منكر وهذا تكالب على الأمة ماشي انت وتمار هناك مخططات الا مش كتسنى المجتمع النزابي الإباضي من الجزائر نهائيا يعني هذه مخططات لغنى المعطيات اتسكت الوقت خاطر تنيني ولكن ماشي نبدا طالب معنا يمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين يعني حقيقة نقلعو نقطع عرس ونسي ولاد حد يسن ربي سبحانه وتعالى كان غير دام من الأزمة من غماس وأقدار كي تلقم بتصار راسنا تتملي شف الله أعلم بتصار من تسات ولكن سنين يعني كان نقم أسن حمي مسؤوليتو كل ماشي لان يعني صارو نيت
تواطؤ مفضوح للسلطة، العشرات من المحلات والعشرات بل المئات من الملايير توكر حمرات الخمس سوايع تني تصلح تقرضة الجور أزعلوك بالزان أزعلوك بالزان لا جلس تنطوط تتاكر الناس غالي مور السلطة تلتب مشيتها وتولي ديك تدرى وني ديك التواطؤ حقيقة دلعيب عيب وعار على السلطة الجزائرية عام 2014 والدولة الجزائرية من حيث القوة تعد ثاني أقوى دولة إفريقيا والثالث عربيا والواحد وثلاثين عالميا وحسب تصنيف الانتربول الشرطة الجزائرية تعد الخامسة عالميا كل هذه الطاقات هذه نفتة نعم كل هذه الطاقات عيب وعار عن السلطة الجزائرية أن يرحل المزابي الأمازيغ العبادي من محلاته التجارية في تنية أن يرحل المزابي العبادي من منازله في الحاج مسعود أن يرحل المزابي العبادي من منازله في بابو جمع ومرمان أن نرحل من محلاتنا في عين لوبو وأن تهتك أراضينا في العديرة تحت أنظار كل السلطات هذه وصمة عار يعني حقيقة عام 2014 أو الدولة ولا مشيت لا وتنجم غتوفر ولا ديك النشرة تيرة أربع أشهر عيب وعار عبد مرحل هادي عبد المزابي مرحل من منازله ومحلاته التجارية ولهذا بالمناسبة لكان نطلب ونحيل شاك فونالي للجنة لكان نطلب نطلب لتأسيس لجنة تحقيق محايدة فيها شخصيات وطنية ودولية تسجل تحقيق ده خاطر ليست عندنا ثقة في المسؤولين المحليين وتقاريرهم كلها تقارير غير منصفة وتقارير زائفة وتقارير حقيقة أقل ما يقال فيها أنها تقارير مجحفة في حق المزابيين سغنيني ماذا بنا الشخصيات الدولية للتحقيق وجمعة التدوين وإنما نطالب بلجنة تحقيق دولية نشني ضد أي تدخل أجنبي في ترابنا وكنرفض يمكن حدا يدخل يمكن حدا يدخل الجزائر ما نرفض المساس بوحدة التراب الوطني ولكن حقيقة فقدنا الثقة في بعض أجهزة الدولة في غدايا وبالمناسبة ليتسد نورمون كي تعزم كاع الشرائط في ظهر الأسبوع والأسبوع أدسم بعض الوزراء إلى غدايا ليعلموا جميعا أي مفاوضات مع ناس غير ممثلين للمجتمع المدني فإننا نرفضها رفضا نهائيا مغلو لكان نرفض أي تنازل لكان نرفض غنداوي نرفض يجيبونا قال نعطيكم 500 دار ونعطيكم 500 طلوطيرة هذه نرفضوها رفضا نهائيا نحن نطالب بالأمن نحن نطالب أولا أول شيء نطلب اللي توفرنا الأمن في غدايا نطلب توفرنا الأمن قبل كل شيء وهذا الأمن رانا نشوفوه متواضع المحلات التجارية والناس راهم يتضربوا في شعب النيشان قدام الكوميسارية والكوميسارية ما دارت والو يعني إمارة ماشينا إمارة وغسل توت تحت الأندلس وتس بالسير دبري توحكي كنداني تطلوبيلس بالسير دبري توحكي توت بابكا أما سلاتوليس لا الوالي لا كوموندو سيكتور لا رجل دامري لا لا بوليس ولا الحكمية نقل لعين مكان وإنما سيارة التوكازداني شعبة تتلي كل المسؤولين المحليين تنقلل هادو كعباد وحنا مش عباد هادا ماشي تعليم تعليم توا تلوان وحتى مش كان يوم ميساج وباش من قوة حقيقة هذا تواطؤ مفضوع هذا تواطؤ مفضوع بالأمس القريب كسرت شاحنة من طرفهم وألصقت استوات كان ركبة ثلاث صاران ديني شعبنا الشماهين قعت لهم حصرة قال لهم عباد احنا مش عباد وليتني الشمالي كالسجن ما رو ماتك حتى واحد منكم يا رطم العين لوبو والغياب التام للأمن ما يتك حتى واحد منكم يروح تفقد الحوالي الدكان تاعو في تنية هذا واش يسموه تواطؤ ولا ماشي تواطؤ؟ المنازل مهجرة في مرمى تواطؤ ولا ماشي تواطؤ؟ في العديرة عيب وعار على الدولة الجزائرية يولي المواطن باه يشوف الغابة تاعو لازم يروح بليسكور وين رانا في تل أبيب ولا رانا في أفغانستان ولا رانا في العراق حقيقة هذا عيب ومصمة عار في النظام الجزائري نحن نطلب النظام الجزائري إنصاف ثم الإنصاف ولهذا فقدنا الثقة في بعض المسؤولين المحليين اللي ما راهمش يخدموا بخدمتهم ولهذا نعاود نكرر
احنا نطلب بلجنه تحقيق وطنيه تتكون من شخصيات منصفه وشخصيات دوليه باش تجي تنصف من هنا. هو تبدهم بل ستطول الازمه. كان ركب التصاعد من الرياض غير ما وصلت الفري مده 6 سنوات. يلزم النشينا نبدا نخدم في بريا نخدم بلك في القرار فات ملي جيت انا نخدم توات نوكل توات. يلزم نبدا درجه سكن ونقبل الطحينه توات بركات توات ونقول لهم الا حبيتوا تسجنونا سجنونا والا حبيتوا تقتلونا تقتلونا بربي يجيو الاولاد نتاعنا ويجيو المجتمع يزيد يكمل المسيره. توات باه تعلم كل الناس يعلموا باللي في الجزائر كاين ناس نصابيين عباضيين يعتزوا بالوطنيه تاعهم ويرفضوا اي مساس بالمقومات والمبادئ نتاعنا. ونقول لكل الوزراء اللي راهم جايين احنا نطلبوا بالعمل يتوفر العمل لكل المواطنين ونطلبوا بالعداله. واحنا نرفضوا اي جلوس لطاوله صلح لانه احنا ما داو سلاح حتى واحد ما داو سلاح حتى واحد. هناك تواطؤ مفضوح لاطراف في السلطه للشجاع اللي راه يصرى هنا في غطايه. ولهذا احنا نحملوهم كامل المسؤوليه. السلطات الوطنيه بعض الاجهزه بالسلطه هي اللي تتحمل الشيء اللي صرا في غردايه. ونطالبوا بالناس الوطنيين سواء في السلطه وسواء على المستوى الوطني يوقفون معنا في الازمه هذه. وماذا بنا في الازمه هذه تحبس بركات توات بركات. احنا ماذا بنا نعيشوا كما يعيشوا كامل الناس كامل المواطنين. واحنا نرفضوا لتصفيه الحسابات الوطنيه ونرفضوا يصفوا الحسابات نتاعهم هنا في غردايه. احنا نرفض نكونوا في اجنده تاع حسابات. هذا يصفي الحسابات من معاه هذا يصفي يجيو يصفيو حساباتنا في غردايه. ولهذا توات نعاود نكرر بالنسبه لهيئاتنا كاين ناس راهي تحاول تضرب في الهيئات العرفيه وكل كيما رانا تمسكوا اخاطر السنة غتسل هيئاتنا العرفيه نزور توات نبدو كل درجه سكن. بالتالي كل مشكلة ماشي قديمة إذا كان فيه مشكل في الهيئة العرفية المشكل في شخص أو شخصين ماشي مشكل في الهيئة. لازم كيما رانا نوقفوا مع الهيئة نتاعنا توقف على روحها وبربي إن شاء الله إحنا رانا وراهم وبربي إن شاء الله نوصلوا إلى حد. ونعاود نكرر أي مسؤول يجي لهنا الغردايا يتفاوض مع ناس ماشي ممثلين إحنا نرفضوه نرفضوا هذا المسؤول ونرفض أي حلول تجي على حساب الشهداء. نرفضوا اي حلول تجي على حساب الطبالي، نرفضوا اي حلول تجي على حساب الشهيد الحاج سعيد، اي حلول تجي على حساب الحاج شعبان، اي حلول تجي على حساب ابو اسماعيل، اي حلول تجي على حساب هادي، ولا على شهيد قرار، ولا على حساب الشهيد تاع بريان. كلهم شهداء الامه. ونطلبوا العداله، ونطلبوا من الدوله تنصفنا، ونطلبوا منهم ينحيوا هاد الشرطيين اللي راهم يفسدوا. كذلك نقطة الذات. اتوت لك انا نظام رانا حلينا مكتب في ساحه السوق باه الناس يحطوا الشكاوى تاعهم باسكو على بالي بزاف من المواطنين بزاف من الجماعه هنا يخاف يروح للكوميساريه تاع الشعبه باسكو كاين تواطؤ كاين تهديد كاين سبان كاين ترخاص. يا خويا عندكم حاجه حبيتوا تشتكيو رانا حلينا مكتب في ساحه السوق وكل كيما راكم اللي عنده شكوى يجي بوزي الشكوى تاعو بربي ان شاء الله توصل. وبالنسبه للمشكل تاع الاولاد تاعنا المستقبل تاعنا اللي راهم يلعبوا به مشكل تربية. احنا نرفض اي استاذ يدرس الاولاد نتاعنا اي استاذ عنصري نرفضوه. اي استاذ يستعمل اي الفاظ عنصرية قال عباضي خارجي نرفضوا هذا الاستاذ مهما كان. اي استاذ يقول للتلميذ يمارس عليه ممارسات عنصرية يقول له نحي الشاشية نتاعه ولا ما تلبسش السر ولا هذا ولا يقول له بابا كان يسارع ولا بابا كان يدير نرفضوا هذا الاستاذ. احنا نطلبوا بأساتذة يكونوا في المستوى. واي ولي تلميذ اي ولي تلميذ مسؤولية امام الله بدا ينحك مميس يطوز الكارس ليكول بغي تعدى في مميس يزوات سوزي والحق سي مميس هذه السلعة والظلمة. لكن هذه النية تسمى تبوز لنا بلانت المجتمع تغني من السي سي اس السي سي اس لانه ممكن السي سي اس نتاعها التيجور سلين تواد لين تبرعات التيجور نتاع تجي القضية ينحك تعدى في مميس هذه ستجي قضية بالعدالة ضد هؤلاء الظلمة ضد هؤلاء الذين خانوا. كن حد يتعدى ديسة توا تنبل توا ترباني ان شاء الله عند الدوك المشي لك انا مش كنتناول الخير اللي متوك المشي لك لا اطلب ربي ان شاء الله مش كنعيش توا تطرون في جو احسن من الجو الذي نعيشه حاليا وعشناه. مش كنت يا صوت توا تصفى الظلم ودي تسكيستي كانت
وديتي السوسوس ما تاوات ماشي انا وك احمد اصنات الشاب زكاناس بوزار نصر دواحد تاع حنا تساوي الشاب ديني القبلة زكاناس انا سفلا لا لا بوزار ديني جماعة بحال الحي تزكاك ليهم لا بوزار فلاش لا بلاد شتيت 10 معاك ولي سيدي لحد واش الا داني هذيك كنت لا غاسقه ليا في العمل سوني توت على بالنا بلي الناس ما راهيش دايره الثقه في الشرطه تاع شعبة النيشان لانه وكل غردايه تبع شعبة النيشان ورانا شفنا وقلناها السيارات عند بالامس القريب بعد داش يومين المتاجر تكسروا قدامهم وما داروا ولهذا اللي ما قدرش يبوزي بلا تما يجي يبوزيها وهذا المشكل رانا طرحنا على مستوى الامانه الوطنيه للامن قلنا لهم بلي رانا حلينا مكتب بارلا للشرطه لان الناس ما عندهمش ثقة بالشرطة تاع شعبة نيشان، سواء هذا المركز تاع الشرطة يتسكر، سواء نعاودو ولا نروحو نبوزيو لي بلانت في الكوميساريا سونترال. أنتو لا توت. كذلك ماشي فكري وكب أحمد، جميع وسيتو على الدرس. الدياس ولو يبوز لا بلانت دام غدا، الدياس هادي بوز هاديني لوكال، الإحصاء توت. السوق مالي ديني السوق، بالنسبة للوكال، كنتكلمو المناسبة يدير لوكال داو الساعة. من هنا خطرتو من السماتيك على اللي قايد عن هنا اللي مرة غندوسي كانت كل بدا حد يكين غرسي كنا اللوكار داو الساعة مش كانت في سعيدة مجالات ما كديرس أغندي يقدم لوكار بلد حمد هذي عديني على مستوى السوق كذلك بالنسبة للتجار بالنسبة ولا داشر مشينا بحمد لك المستدين نشري بالنسبة للتجار لكل المسؤولين راح يجيو الأردايا التجار ماشي التعويض غير التجار اللي تحرقوا التعويض لكامل التجار كاين ناس راهم يسلكوا في الخدامه تاعهم ويسلكوا في الكريان تاعهم لمده 5 شهور البلاد مسكره على الاقل يتم الاعفاء الضريبي اليوم على لمده 5 سنوات وعلى الاقل ما يجيو البال كونترول ما يجيش ولا التريسيتي ما ندفعوهاش هاد النقاط توات بدا نقص النقاط وتطرحت جديا لازم نتوغطوا المفاوضات دي كلمتني لا ندوب نفس السلطه بلا ولا يخافون في الله لومه لائم كذلك ماشي نبا احمد وطورو يكتب نقطة تاع الشهر خصنا نختم الفكر الانهزامي داخل الأمة اللي جمع تنفض توت ونقبل الفكر الانهزامي داخل الأمة ماشي نص الصوت ثلاث سجون هو باللي نشي نحرق الاعتراء غندير شي كل بيان بلاصي ما سنتوت في اعلى المستويات اغنيني باللي الاعتراء حكت شبابنا هذا الكلام هذا نرفضوه ونقبل كل حد يدير والو مدني يسوي والو تعاونوا الى شي شي في التقارير نصب ما كلمت الى تعلم بلي ليست ماشي لي جورنو كلمت السلاح الى السلاح بابا سعد بالغنم دول ثلاث سوقت كيتعزم لي جورنو ولا بدا تسوقت بالتدريج ها ما قرنا ولا تود واش غير غادي تجي بريكا ما سنا اجري كلا بريكا داك تدا ديك تدا انا تسنا ما سنا ولهذا هو سي بس يكني ويوال يسنت باللي يحبط عزائم الشباب وإلا دير الشباب غادير الأمة تكل كهول شيوخ شباب نساء غادير غير نسن دفر أسنو كل ربي حسبنا الله ونعم الوكيل ولكن أقول هذه خطط عزائم الشباب ما كان حد هذا الشيء يعجبني والو إلا أنا غندير الدفر لكن أسنو كل ربي كذلك نلاحظ بعض نقاط مريض نلاحظ بالسي اللي عصرت موكز ماذا بنا على بالي كيتعيين أن عودة اللعسي كذلك الإشاعات لا مروج الإشاعات إلى داخل الأمة أن قيام الشيء القادمة نقعد في دفاع ونهجم نشنب ونتيجة نهجم ولكن إذا هجموا سندافع ولنا معكم كما العادة باستماتة سندافع باستماتة عن أعراضنا عن ممتلكاتنا عن شرفنا إلى آخر قطعة من دمائنا رب ينصر رب ينصر هذا في المعاصي مثل كسب ربي الزنا شرب الخمر ريبا المعاصي لا تكثر تمس المجتمع وشك معية الله تعالى معنا انصوا بعيد انتي نحمى لكم ربون يحفظ ان نفض الصمت ربي ان شاء الله تكون انتم تجني هذه رحمة ربي هذه السؤال هذا الشعر اللي جينا هنا يجينا هنا تصفن لهم تصلي تجمع لكم عليكم دعوة والروح المرسلين اجمعين وسلم اللهم يا حي يا قيوم برحمتك الصغير انك ملك مقتدر ما تشاء من امر يكون
إنا نسألك بجميع أسمائك الحسنى ونسألك باسمك الأعظم خاصة، نسألك اللهم بمنك أن تصلح لنا شؤوننا كلها، وأن لا تكلنا إلى أنفسنا ولا إلى أحد من خلقك طرفة عين يا أرحم. اللهم يا مدبر الأمور دبر لنا أحسن تدبير، وهون علينا كل أمل عسير، والطف بنا فيما جرت به علينا من عندك المقادير، والطف بنا فيما جرت به علينا من عندك المقادير، ولا تهلكنا فأنت علينا قدير، ولا تهلكنا فأنت علينا قدير، ولا تهلكنا فأنت علينا قدير، وكن لنا وليا ونصيرا يا نعم المولى ولا نعم النصير يا أرحم. اللهم اختم لنا بخواتم الصالحين السعداء والشهداء، واغفر اللهم لنا ولمن صلح من ابائنا وامهاتنا ومشايخنا ولجميع المسلمين وسبات الاحياء منهم والاموات اجمعين. اللهم ارفع عنا الفتن ما ظهر منها وما بطن في مشارق الارض ومغاربها وفي كل مكان يرتفع فيه الاذان يا ارحم الراحمين. وصل اللهم وبارك على سيدنا محمد خاتم النبيين والمرسلين. سبحان ربك رب العزه عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.